متابعي القناة ديالي العزاز، كصبحتو لاباس عليكم، كيداير مع الصحة؟ ايوا المهم انا يلا فقت البنات دابا شوية. المهم دزت هنا غادي نصايب واحد الاومليطة لينا، اختو راهي دابا 8:05 وهي خاصها تخرج مع 8:30. المهم انا نسربيها بزاف ونصايب لها واحد الاومليط، نعمرو لها فواحد الباكيطة وصافي ندير لها شي كويس ديال هكا ديال الحليب نسكوي سالي لها. ايوا المهم وجدوا لها طيه، كي صبحتوا نتوما فايقين ناسين اش كديروا؟ عرفتوا البارح عييت عييت ودار لي ظهري والله ما قدرتش نكمل. صافي فاش بارطاجيت معاك الفيديو صافي لحت ليا المالطه ونعست، والله الا باقا ما كمل داكشي حتى رجع لي في العشيه نكمل داكشي، ولا من رجع حتى لي مع 12 بقى ليا شي وقيت. فريمي جا هنايا الفرماج المثلث عادي، ودرت ليها شويه ديال البيض مقلي هنا وصافي هادشي اللي قديت ليها. المهم غنجيب دابا الورق ديال الالومنيوم ونجمعو. دابا ساندويتش بالورق ديال الالومنيوم وصافي راه تقاد داكشي في الطويصه ديالها. والله الا الواحد كيحير كل صباح خاصك اش غديري في هاد لاش بوكس. المهم هادي بانيتا وصافي. دابا حتى مولفه هادي قبل البارح هي كتفيقني بالناس، ودابا هادي يومين والله الا تا كنفيقها انا ما كتفيق كاع. دابا 8:05 عندي. وصلها المدرسة راه بدات كتفطر البنات، بدات بداك دانون هو الاول كيعجبك دانون؟ ايوا صافي. المهم انا غادي فطرت انا بالزربه نمشي نلبس عليا، تعطلت والله الا ما عرفتش على الساعه تكون 8:30. انا راه يلاه دابا دخلت. المهم دابا عندي 12:30. المهم غادي نمشي نبيت نبدل عليا حويجاتي، راه باقا بحوايجي هانتوما كاعت معاكم. المهم غنبدل عليا حويجاتي ونديرو شويه ديال الموسيقى وندخلو الكوزينه نوجد الغدا. عملت لي واحد البركات ديال اتاي، والمهم اللي غيوصل غياخذ منه. المهم انا كبيت لي الكويس ايوا ونجلس نفطر البنات، نعاود الفطور وندار معكم شويه وعاد ندوز نشوف شنو ندير للغدا. الفيديو اللي قبل ديال البارح اللي بارطاجيت معكم كنت بارطاجيتو من البصبانه، عرفتوا البنات ديك الوقيته كنت واقفه حدا الكونطوار ويجي واحد السيد، المهم حط حويجاته في المصبانه ايوا ومشى للطوموبيل شويه ويرجع، رجع قال لي واحد التليفون كان هنا قلت له راه ما جا حتى شي واحد من وراك والتليفون راه ما بان ليا حتى شي تليفون. ايوا المهم مشى بقى تيقلب في الطوموبيل، عاوتاني ولا رجع عندي قال لي راه اللي دا ليا التليفون ديالي راه كاين البوليس. عرفتو تعصب ولا كله كيتراعد وتيقلب. ايوا المهم واحد الولد معايا في البصبانه ولا ينعد فتح عليه النمره ديالو هو يصوني عليه، عرفتو مشى بقى يقلب 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 في طوموبيلته وشويه ويصوني صونا طايح له غير تحت البلاصه اللي كيجلس فيها في الطوموبيل غير تحت رجليه. ايوا عرفتو الموت ديال الضحك فاش لقاه، بحال لي بحال لي حس مسكين بالفرحه، عرفتو كان صافي بحال فقد فيه الامل. ايوا المهم ولا التليفون تيحمق البنات. انا والبارح كان عندي في الصاك والله الا سحب ليا ضاع ليا عاد وليت لقيتو في واحد العدروسه. ايوا المهم ندوز دابا ناخذ الكويس تاعي، لقيت هاد بيرلي ما هذا ماشي هذا ما شفتوش لينا. المهم ناخذو بالنسبه للزبده شحال هذه البنات ما خديت الزبده البلديه. المهم غناخذ واحد شويه ديال الزبده معاه هاد خبيز ديال الزرع، انا البنات ما كتعجبنيش الحاجه الحلوه كنبغي بحال خبيز مع الزرع شويه الزيتون والزيت صافي. بالنسبه لينا البنات ما مشيتش معاها، المهم الا كانت شي حاجه راه هما غيقولها جيبي ماما كل شي حاجه. المهم راه وصلت الصباح وما دخلت معها ما والو، المهم ان شاء الله يكون خير. البنات خديت شويه ديال الدجاج كان عندي مجمد في المجمد، المهم حطيت واحد شويه قطعت بصيله، المهم درت العطريه. المهم غادي نخليه يتقلى شويه حتى الدجاج جامد. المهم غادي نخليه يتقلى واحد شويه وعاد غادي ندوز غنستف هذا الشيفلور. المهم قطعته هكا يا كيسميوه القرنبيط. المهم قطعته هكا صغير وقطعت البطاطا هكا دويرات باش دغيا يعني ما تعطلش في الطياب. المهم تيتقلى الدجاج مزيان عاد غنضيفو هذا الشيء وصافي. المهم راكم عارفين خوتي يعني الواحد ملي تيكون يعني
يعني كتكوني يعني تخدمي على برا وتجي عاوتاني تخدمي يعني في الدار، يعني خاصك تكوني تخدمي بواحد السرعة يعني وتسالي دغيا. المهم صافي، هادشي اللي وجدت الغداء. المهم طواجين بالهذا بالشيفلور وشوية ديال البطاطا. فرج البنات، الوقت كيجري كيجري كيطير. المهم غندوز دايركت دابا، غادي نستف هكا بطاطا في الطواجين باش يوجد الغداء مع ثلاثة يكون واجد. المهم بحال هكا نستف الطواجين دغيا، ايوا صافي، ونغطي عليه ونخليه يطيب. حيت البنات فاش دخلت ما دزتش مباشرة وجدت الغداء. المهم بقيت كنتفرج شوية، عاد نط عييت البنات، والله الا غسل البارح ظهري ضرني بالليل، ما قدرتش نطيب به العشاء بالليل، عييت. المهم نكمل هادشي باش ما يطولش عليكم الفيديو، ونخليوه يطيب مره مره، تنجي تنراقب تنطلع عليه وصافي. مع ديك الخمسة د العشية عاوتاني رجعت للخدمة ديالي وبقيت كنخدم. المهم وبعد ديك السبعة هكاك، المهم خرجت البنات، كنت بغيت نتغدى واحد اللعيبات بغيتهم، عرفتو البارح قلبت عليهم واليوم عاد لقيتهم. المهم كنت باغا هاد الشبيكات هادو، المهم نشاركهم معاكم. كتشوفوا حيدة كاينه في الغوز وثلاثه في الموف. المهم البنات قلبت عليهم تعيت والله الا ما لقيتهمش. المهم البنت اللي خديت معها كتبيع داكشي بخمسة دراهم، عندها غير وحيده في الغوز والشيبي. المهم خديت هادو في الموف. المهم ان شاء الله تنكون في الدار وغادي ننظم فيهم الصباغه ديال الاظافر وغادي نشارك معاكم. وهذا ما كان. المهم ضربت هكا دويره ودرت في المحلات وكلشي غير ما صورتش البنات، وخديت البنات هاد البانسو ايوا باش كنزوقو ثاني فوق الصباغه يعني ديال الاظافر. المهم هاد البانسو البنات وصيت عليه من الماكياج اللي حدايا، المهم وصيتو وهذا وصيتو وضمون دالي عليه وجابوا لي. المهم ها نتوما البنات، هو هذا زوين بزاف كينفع. ايوا صافي، مازال ان شاء الله تمشي للدار عاد نكمل التنظيم. البنات راه يلاه طويت دابا البلاكار، تنمشي عاوتاني ونكمل التنظيم. ايوا وهذا ما كان اللي نعيت فيها البنات، قلت لها تخرج معايا العشيه لا ما بغاتش صور البنات حيت جا واحد الكليان. المهم عاد مشى. المهم نكمل معاكم الفيديو. المهم قلت لكم لينا، قلت لها تخرجي معايا العشيه والو، قالت لي ما نخرجش، بقات في الدار. المهم كتفرج، خليتها في الدار. ايوا هذا ما كان. والمهم تقضيت واحد شويه ديال الكرشه من حدايا مع الكسار. المهم حتى الليله البنات ما عرفتش واش نصلها بالليل ولا نخليها حتى الصباح حتى غير في الثلاجه. ايوا المهم الا مشيت وكان باقي فيها الجهد نقدر نغسلها يعني تصبح منقيه وكل شيء ان شاء الله باش نطيبها غدا ان شاء الله. ايوا والمهم عرفت شنو، قبيله جاتني واحد الكليان تقطعات ليه واحد 200 درهم على جوج، والله الا عاد لصقتها ليه بالسكوتش وجمعنا ديك 200 درهم تقطعات ليه. ايوا المهم الكبيدات ديالي ما سخيتش بكم اخوتي، دابا غادي نحبس هنايا الفيديو وعاد مازال غندير شويه ديال البارطاج باش نشاركوا معكم، حيت انا كنشارك معكم البنات كل يوم باليوم ديالو. المهم شكرا على المشاهده ديالكم، الله يخطيكم عليا، تصبحوا على خير وحتى الغدا ان شاء الله. يلا باي باي.